صباح الخير. يمكن هذا آخر فيديو بنسجله من هالمكتب، هاليومين ناقلين. بس هالفيديو حجرب يمكن يكون نضحك شوي فيه، رغم انه ممكن بعض الناس يحسوا بإهانة. بعتقد اللي حيحس بإهانة يمكن لازم ينهان، ما بعرف. على كل الموضوع شوي محرج، بس خلينا نحكي فيه بصراحة كالعادة. من يومين عم نسجل فيديوهات كنا على موضوع الأخلاق بإدارة المشاريع وعم نحكي فيها، ولفت نظري اليوم عبر السوشيال ميديا كمان كم بوست لهم علاقة بالأخلاق بإدارة المشاريع. يعني مثلا أحد المواضيع اللي هاليومين ثلاثة عم نشوفها خلال الموضوع، في سؤال اليوم في شركة من شركات اللي عم بيحطوا كورسات بي ام بي، حاطين سؤال مثلا انه اذا في شركة اللي عم تشتغل فيها شركة بتطوروا برامج software development، وظفتوا شخص واكتشفتوا انه هالشخص عم بيجيب كتير افكار من افكاره هي من شركات منافسة لكم، شو بتعملوا؟ هل حد تقبلوا افكاره وطبقوها؟ وبطبع معطين اربع جوابات مثل كل امتحانات البي ام بي. الجواب الاول انه خلي يمضي اجريمنت، انه نان ديسكلوجر اجريمنت، يعني بطبع هذا الشيء ممكن يحمي الشركه انه هذا الافكار هو افكار عنده من عنده، نحن ما خصنا فيها، بس هذا الشيء لا اخلاقي، لانه الشركه هون عم بجرب تعمل انه انا ما دخلني، هو اذا صار شيء ما صار، يعني انه هو اللي جايب الافكار وافكاره هيدي، نحن ما خصنا من وين جايبها. بالطبع مثل ما قلنا هذا ممكن يكون عمر غير اخلاقي، لانه نعرفوا انه عارفين هني انه جايب افكار مسروقه، يعني هون هالشخص هذا عم بجيب افكار من شركات تانية، يعني عم بينقل معلومات ما له حقين لها. هذا احد جواب. الجواب الثاني بالطبع احد الاجوبه بيقول انه الشركه جديده خليها تطبق هالافكار. بالطبع هذا موضوع غير اخلاقي، لانه هني هون عم بيطبقوا افكار معروفه انه مسروقه من منافسين، ما بس مش اخلاقي، ممكن يعرضهم بالمستقبل لقصص قانونيه، لانه اذا الشركه المنافسه اكتشفت انه هالشركه هيدي سرقت معلوماتها ولو بطريقه غير مباشره، لهم حق يقوموا دعوا عليهم. جواب رابع كمان له علاقه انه بيقول انه خلينا بنطبق الافكار، بس بنقول له لهالموظف انه ما يقول هالافكار جايه من منافسين، كمان اكيد هذا شيء اخلاقي، وممكن اذا طبقت هالافكار كمان تعرض الشركه للامور القانونيه. وبالطبع في الجواب الرابع انه ما نطبق هالافكار لانه المعلومات مش لكم. اوكي، اخلاقيا هذا لا باس فيه، بس الجواب الصح الاصح خلينا نقول مش الصح هو مش مذكور. بقى انا علقت على الموضوع على السوشيال ميديا، واحد الاشخاص جاوبني انه ليه برايي غير مذكور، انه مش جواب صحيح مش مذكور. الجواب الصحيح برايي انه هذا الشخص لازم يدور، يعني على الاقل يصير تفنيشه immediately، يعني خلاص termination. ليه؟ لان اول شيء الشخص اثبت انه غير اخلاقي نقل معلومات. ثاني شيء اليوم اكتشفنا انه نقل معلومات، طب بالمستقبل كيف بدي اوثق فيه بقى؟ شو بيضمن لي انه بالمستقبل انه ما يجيب كمان معلومات مسروقه من مكان ثاني وما اكتشف هالشيء انا؟ هالشيء حيعرض الشركه اللي انا عم اشتغل فيها اذا انا كمدير مشروع لمسائل قانون، قد يعرضها لمسائل قانونيه بالمستقبل اللي هي بطبع شيء خطا. كمان نفس الشيء بنفس النقطه، يعني انه هذا الموضوع هذا الموظف اللي عم بينقل معلومات غير اخلاقيه، شو بدنا نعمل بكره؟ بس يستقيل معنا يروح على شركه ثانيه ياخذ لنا معلوماتنا وينقلها حتى لو ما مضيناه NDA. يعني هون السؤال موضوع انه للاسف هذا سؤال عم بنطرح، هلا ما بعرف من وين جاي هالسؤال، هلا بعرف الشركه اللي طرحته على الانترنت، بس انه من وين اصله السؤال؟ لانه عم بيطرح سؤال كون اخلاقي، وبطبع جواب الصحيح مش موجود، وهذا المشكله بكثير من اسئله البي ام بي. اوكي، مثل تاني كمان العلاقه بالاخلاقيه والعمل، العلاقه كمان نفس الشيء. من يومين احد الاشخاص اللي هو اليوم بعتقد على البورد تبع الاسكس كوميتي بالبي ام اي، عم بيطرح سؤال وعم بيسال الناس انه شو هن الكود اوف كوندكت والبروفيشنال اسكس وهيك شغلات. بطبع مع بعض الكومنت عم بجاوب انه ما كثير بنقراها هيدي، انه هي مش موجوده بالامتحان. جواب كان لا، بالامتحان موجوده، لانه لو واحد بيقدم على البي ام بي لازم ياكد للبي ام اي انه هو قري هالكود اوف اسكس. بس هالاشخاص بيعتبروا انه مش بالامتحان، طالما هذا الموضوع مش بالامتحان بيعتقدوا انه مش بالامتحان، ما في لزوم ندرسه، ما في لزوم نقراه،
خلاص بيعملوا تشيك للبوكس انه ايه انا قريته. يعني هي طبعا عم بيعملوا تشيك للبوكس انه انا قريت هال الكود اوف اسكس والبروفيشنال كونتاكت، بس انه بالنهايه مش قرينه. هلا مش خطا هون، بس المشكله هي الموضوع بالامتحان موجود، بس مش انه موجود من ضمن الاسئله الثانيه، اسئله الاخلاقيه. بس للاسف انه هون يعني نقطه ثانيه الحب اطرحها هون، انه هالاشخاص بيعتقدوا انه بيعتقدوا انه الكود اوف كونتاكت والبروفيشنال اسكس مش موجودين بالامتحان، سو لا شو انا اقراهم. وهون بنلاقي جروبات وللاسف موجود، انت تلاقي الدنيا نسخ الكتب الموجوده، الكوبي رايت فايليشن، وكثير امور من هالنوع. مثل ما قلت انا ما شغلتي انا اخلاقيا اجي احكم على حركة. الانسان حر بيتصرف بطريقه بده اياها، وفي امور يمكن انه اذا نسخ كتاب من مكان ما وحطوه عملوا له شير هذا شيء اخلاقي. انا مش شغلتي هون حدد شو هو العمل الاخلاقي ولا اخلاقي. انا بعرف عندي بشركتي وكيف ممارستي وبشغلي انا بحط المعايير الاخلاقيه اللي بمشي على اساسها. بس المهضوم بالموضوع اللي عجبني بالنقطه هذه بالمثل الثاني، انه ذكرني باولادي، يعني اولاد وبالولاد التلاميذ المدارس بشكل عام. يعني لما بيجي وقت الامتحانات اول اسئله حتى بالجامعه يعني غير المدارس، انه هل هالماده هالمعلومه موجوده بالامتحان؟ اذا مش موجوده بالامتحان لشو بدنا ندرسها؟ على بالطبع اذا ماده ما حتفيدنا بالحياه لشو بدنا نضيع وقت؟ انا موافق على هالفكره، بس انه هذا الموضوع انه بدنا نختصر. يعني كثير احيان بيجينا اشخاص بيدرسوا البي ام بي وسيرتيفيكيشن بيقولوا لي انه وين فينا نركز، وين لازم نركز؟ يعني انه كانه انه الكتب مثلا كتب مثل بريتا ملكاهي ولا البوم بوكس 100 صفحه وما يزيد، انه لازم دليهم على شي خمس صفحات بس يقرون بس يقدروا ينجحوا بالامتحان. هلا للاسف انه نسبه النجاح بالامتحان رغم انه غير معروفه تاريخيا كانت بالستين، يعني بالستين باي مدرسه هندسه باي جامعه بتحترم حالها بالهندسه العلامه 60 بتكون علامه ساقطه. بس نحن هون عم نعتبر انه معه بي ام بي وناجح بيكون اخذ له شيء 65 أم 63%، إنه هذا صار مدير مشروع عبقري. يعني للأسف نعتذر عن هالنقطة هاي، بس إنه هذا واقع اليوم، إنه للأسف البي أم آي خربت الدنيا بهالبي أم بي. مش معناتها إنه البي أم بي مش المعلومات مش جيدة والدرس لها مش جيد، بس للأسف اليوم صار موضوع تجارة. يعني وإنه هون بس ركز لي، خليني أحفظ وين كيف بدي أحفظ، خلينا نحل امتحانات تنحفظ. هل إدارة المشاريع اليوم هي موضوع حفظ، وأنا أحفظ ستاندرد مثل بومبا جايد، ولا أحفظ المواد الرئيسية، ولا أحفظ الانبوت والتولز والتكنيك، ولا أعرف مارسها؟ خلينا ننهي الفيديو هون. بعتقد النقطة ركزنا على الموضوع لأنه هي العلاقة بالأخلاقية العمل، إنه هل بيهمني الورقة والشهادة أنا كمان؟ يعني هي من أمثلة الأخلاق، هل بيهمني الورقة والشهادة فقط، أم بيهمني أعرف أتعلم علم إدارة المشاريع بطريقة صحيحة تطبقها تكون عم بشتغل بكفاءة؟ اوكي ما عم بشتغل انه بس معي ورقه جرب اقنع الشركات اللي عم بتوظف انه انا والله خبير اداره مشاريع. هلا بطبع ما الحق عليهم، الحق على المدراء المشاريع، عم المدراء المؤسسات اللي عم بيعتبروا انه ممكن شهاده مثل بي ام بي ولا برنس 2 ولا اي شهاده ثانيه واحده بتكفي بدون ما يتاكدوا من كفاءه الشخص عبر اساليب. يعني مثلا نحن عندنا بالشركه نعمل شيء، عندي شيء اسمه انا بسميه الاسيد تيست، انه اذا بدي اوظف حدا كبروجكت مانجر عندي كم سؤال بعرف انه هالناس اللي اخذين البي ام بي والبرنس 2 وغيرهم حيسقطوا فيهم اذا ما بيعرفوا بروجكت مانجر بطريقه صحيحه. بقى خلينا نختم هون وبنعيد التركيز هو على الكفاءه. شكرا.